أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد دخول العشر إذا أرادت أن تضحي؟ المشط والغسل لا بأس به، لكن ترفق ما يسقط من الشعر، إذا سقط بغير اختيارها فلا شيء فيه، لا مانع أن تغسل رأسها وأن تمشط بالمشط مع الترفق لئلا يسقط منه شعر. نعم.